واقفة ساعات قدام الخزانة وعم تقولي ما عندي شي ألبسه، تشتري كل أسبوع غرض حتى لو كنتي مش بحاجة إله، وين عم تصرفي راتبك؟ على التسوق الإلكتروني. بس تعرفي إنه عادتك هاي عم بتدمر البيئة وعم بتضر ببشر؟ أول شي خلينا نعرف شو هو الفاست فاشن. هو لما تنتج المتاجر الكبيرة تصاميم شفناها على منصات الموضة بسرعة فائقة، يعني مثلا تخيلوا علامة فخمة زي رح سميها تالين شوبينج عملت تصميم معين بسعر $200، بس اجت شركة تانية عملت نفس التصميم بأقل كواليتي بأعداد كبيرة وباعته بس $20، وهيك بصير عنا فاست فاشن. هدف الفاست فاشن انه توفر للمستهلكين العاديين يعني زيي وزيكم تصاميم ترندي باسرع وقت ممكن بارخص الاسعار بس باقل كلفه ممكنه. طب كيف بلش الموضوع؟ حتى منتصف القرن العشرين استمرت صناعه الازياء خلال 4 فصول في السنه، الخريف، الشتاء، الربيع والصيف. كانوا المصممين يجتمعوا بين بعضهم قبل أشهر ويخططوا لكل موسم ويتنبؤوا الأزياء اللي حيلبسها الناس، وقبل ما تصير الموضة بمتناول كل الطبقات كانت فقط متوفرة للمجتمع الراقي. بس بسبب الثورة الصناعية والتكنولوجيا الجديدة في مجال الموضة ظهرت ماكينات الخياطة، صار صناعة الملابس أسهل، أسرع وأرخص، صار على محلات خياطة لتلبي احتياجات الطبقات الوسطى، واستعانت هاي المتاجر بالعديد من العمال لصناعة الملابس. وفي أواخر القرن العشرين صار التصنيع أرخص مع استخدام مواد جديدة مثل النايلون والبوليستر، وبدأت العديد من الشركات مثل زارا، H&M، Forever 21 إنها تبني نموذج إنتاج بيلجأ للعمالة الآسيوية الوفيرة. وفقاً لشركة Fast Company بتنتج شركات الملابس 53 مليون طن من الملابس في العالم سنوياً، وإذا استمرت الصناعة إنها تكبر على هاي الوتيرة السريعة فمن المتوقع إنه نوصل ل 160 مليون طن بحلول عام 2050. بس هالسرعة خلتنا نزهق بسرعة، صار التسوق عبارة عن نشاط ترفيهي بتروج له مواقع التواصل الاجتماعي، فكل الانستغرام عنا بيحكي عن الموضة والجمال والقبيصة هاي كلها، وعندك مؤثرين عم يشجعوكي يا عزيزتي دائما على التسوق. وممكن نشوف انه متاجر الفاست فاشن عم يعملوا لنا خدمة انه واو الأزياء صارت متوفرة لجميع الطبقات، بس لا، حنبدأ بالشي اللي أنا شخصياً خلاني خفف إني أشتري من الفاست فاشن. فاست فاشن بيقمع العمال وتحديداً الأطفال. أثبتت تقارير منتدى الأزياء الأخلاقي إنه العمال بيشتغلوا لساعات طويلة لاستكمال طلبات تجار التجزئة وبراتب منخفض. معظم الشركات متعددة الجنسيات في مجال الموضة تنشئ مصانعها في الدول اللي بتفتقر لقوانين العمل الملائمة وبتكون الرقابة الحكومية فيها قليلة أو منعدمة، وتعتبر ظروف العمل هناك مجردة من الإنسانية وخطيرة، والناس بهالبلدان ما عندها الرفاهية لرفض أي شكل من أشكال العمل. تشمل الظروف 14 إلى 16 ساعة من العمل يومياً، العمل 7 أيام في الأسبوع، مواجهة الإساءة الجسدية واللفظية من المشرفين، وغالباً ما بتكون المساحات المغلقة مليئة بالمواد السامة، ويعتبروا أقل الموظفين أجراً في العالم. ولسه في كتير أكتر، هالصناعة بتستغل الأطفال. كيف؟ تتسابق الشركات لتلاقي مصادر عمالة أرخص، وبالتالي أدى هالشي للإفراط بحقوق الإنسان الأساسية والتعامل مع شكل من أشكال عمالة الأطفال. مثلاً ببنغلاديش، الهند، الصين، تايلاند، باكستان هي بعض من 51 دولة تستخدم عمالة الأطفال في صناعة الملابس، وبيخضع هناك ملايين الأطفال لساعات عمل طويلة وبيتعرضوا للمبيدات الحشرية، وغالباً ما بيتقاضوا أجور أقل من الحد الأدنى. وفقاً لمنظمة العمل الدولية يوجد حوالي 170 مليون طفل بتتراوح أعمارهم بين 5 و17 عم بيشتغلوا، أي ما يقارب 17% من سكان العالم من الأطفال. نصف هدول الأطفال بيشتغلوا بمجال الأزياء. القصة ما بتوقف هون، قطع الفاست فاشن رح تضل معنا حتى بعد انتهاء العالم. أول شيء بتعرفوا من شو مصنوعة هالملابس وشو المواد الموجودة فيها؟ بيرتبط البلاستيك ارتباط جوهري بصناعة الأزياء. أكثر من 60% من الملابس مصنوعة من ألياف بلاستيكية قائمة على البترول، وبتحتوي هاي الملابس على مواد مثل النايلون، أكريليك، بوليستر، سباندكس، وهاي الملابس غير قابلة للتحلل الحيوي وما بنقدر نعيد تدويرها، يعني حتضل موجودة على الأرجح في مكب النفايات للأبد. تحتل صناعة الملابس بالمرتبة الخامسة
أكثر الصناعات تلوثاً بالعالم، يعني بتم شراء ما يقارب 80 مليار قطعة من الملابس الجديدة كل سنة، وهذا الشيء بيؤدي لإنتاج كميات كبيرة منها، لتصير هالصناعة بتشكل 8% من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم. ولسه ما خلصنا، الفاست فاشن هي ثاني أكبر ملوث للمياه العذبة في العالم. وفقاً لدراسة ناشونال جيوغرافيك، كل قميص قطني بيستهلك 2700 لتر من المياه، وهذا الشيء بكفي لتروي شخص لمدة 3 سنوات. يعني هلا بدك تقولي لي انه الشوبينج تاعي هو المسؤول عن كل هاي المصايب؟ مش مباشرة، بس فيكي تخففي من هاي المصايب وتوصلي رسالة لشركات صناعة الأزياء السريعة. طيب كيف بحد من هالشي؟ اسألي حالك، حلبس هالقطعة 30 مرة؟ حتلبسيها بمعدل 7 مرات قبل ما ترميها. وعلى فكرة تم إطلاق 30 Worst Challenge، اللي هي بتتحداكي إنك تسألي نفسك قبل ما تشتري ملابس جديدة، هل حتلبسيها 30 مرة ولا لا؟ تخيلي خزانة لبسك بالبيت وفكري بالعناصر اللي بتملكيها واللي بالفعل رح تتوافع مع أي قطعة جديدة حتقرري تشتريها. السؤال الثاني هو، هل ححب هاي القطعة بعد مرور 24 ساعة؟ إذا كنتي بحاجة لقطعة تياب عن جد، حتبقي بحاجة إلها بالتأكيد حتى بعد 24 ساعة. وهاي المعلومة الصغيرة بتحط حاجز لضربة الدوبامين الفورية اللي بنحصل عليها بس نشوف قطعة مميزة بالمحلات التجارية أو عبر التسوق على الإنترنت. هل القطعة هاي مجرد ترند؟ سؤالنا الثالث، هل هاي القطعة مجرد ترند؟ في كمية هائلة من الترندز موجودة على السوشيال ميديا، وكل يوم في شيء جديد، يعني من الطبيعي انك تحسي بالرغبة الشديدة لأي شيء موجود حاليا، ومن الصعب تميزي اذا كنت بتحبي القطعة او انه هي بس ترند وانه اتس كول. فالمقياس الجيد لتعرفي ان كانت هاي القطعة ترند انك تسألي حالك اذا حتزهقي منها بكرة. وعلى فكرة فيك تلجأ الى الألبسة المستعملة، بعرف هذا الشيء مش وارد عنا بس كمان هاي فكرة حلوة. في كتير محلات بتبيع قطع مميزة مستعملة ونوعيتها منيحة، زي محلات البالة، وعلى فكرة يعني القطع المستعملة حتكون مميزة لأنه ما في منها بالسوق. بنفس الوقت حتكوني عم توفري مصروف وتخففي على البيئة. ولا تنسي توزعي الملابس اللي مش بحاجة إلها لناس محتاجة بين الوقت والتاني، أو تبيعيهم لمحلات بتشتري تياب مستعملة. بتمنى بعد هذا الفيديو تنتبهي أكثر لخياراتك بالتسوق قد ما كانت القطع مغرية. أنا تالين وهذا شي ناتومي، بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. ما تنسوا تعملوا لايك، كومنت، شير، سبسكرايب، وتبعتوا هذا الفيديو لكل الشوبينج أدكتس اللي بتعرفوهم.